بأكيد معنا عبر الهاتف عضو مجلس الشورى دكتور عبد العزيز أبو اليه. هلا ويا مرحبا فيك دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساك الله بالخير وحازم، مساكم الله بالخير وحازم. يا هلا ويا مرحبا بخير، الله يسلمك. طبعا دكتور عبد العزيز، نفس ما نعرف ان ميثاق العمل الوطني اكد على الانتماء العربي في الدين واللغه والثقافه ومشاركه الامه العربيه امالها وقضاياها، كيف تجد انعكاس ذلك على توحيد الصفوف والرؤى العربيه المشتركه في حفظ امن واستقرار المنطقه؟ حتما سلام، ان شاء الله اسمحي لي في البدايه ان اتشرف بان اسجي الى المقام السامي لسيد البلاد جلاله الملك المصعد دام عزه وتوفيقه، والى صاحب السمو الملكي الامير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اسماي التهاني والتبريكات بهذه المناسبه، والى شعب البحرين والى العائله المالكه الكريمه. الحقيقه السؤال جدا مهم. البحرين يعني حريصه دائما على الوحده العربيه وعلى وحده الصف العربي، ولا تخرج عن هذا السياق مطلقا، احيانا حتى على حساب رؤيتها، مثلا انه والله عندها رؤيه معينه، وما يحدث في الخليج اليوم والمواقف الخليجيه، البحرين دائما سباقه للالتزام بالوحده العربيه، الالتزام بالراي العربي، بالتضامن العربي، ولا تخرج عن هذا الموضوع. في حقيقه الامر شعور البحرين بانها جزء من الامه العربيه يعود الى ماضي سحيق، الى 1783 البحرين اعيدت الى حضن الامه العربيه، وبالتالي الحفاظ على هذا الحضن والبقاء في هذا الحضن الدافي نهج قويم للقياده السياسيه في البحرين، وايضا يعني باستمرار بتوجيهات من جلاله الملك دام عزه وتوفيقه. الحرص على ما في محاوله يعني مثلا إساءة للدول العربية، ما في تدخل في الشؤون العربية، في محاولة رأب الصدأ دائما في أي وضع، وبالتالي هذا النهج القويم يعزز الانتماء للوطن العربي ويعزز الانتماء للأمة العربية اللي هي نهج سارت عليه البحرين أبا عن جد ومنذ الأزل. نعم دكتور عبد العزيز، يعني لو نتكلم شوي عن ما مدى انعكاس هذه القرارات أو كل هذه القرارات والمواقف اللي تتخذها مملكة البحرين. يعني هو الأكيد انعكاسات إيجابية، لأن الحقيقة البحرين دائما تفضل أو تنهج النهج التوافقي، أي موضوع ممكن يكون له رأي فيه لكن تنهج باتجاه، يعني مثلا خلينا نفترض الآن موضوع الطرح الاتحاد الخليجي، البحرين أيدت الفكرة مجرد ما طرحت. البحرين كانت سباقة لتعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي دائما. البحرين في القضايا العربية دائما ما تساهم، تمد يد العون والمساندة في كل ما يمكن أن يعزز مكانة الأمة العربية ويعزز الوئام ويعزز التطور والاستقرار. بالتالي هذا النهج اليوم احنا يعني اليوم مثلا احنا البحرين تواجه أحيانا هجمات وادعاءات من نهج غير عربي، لكن تعاملها معه هو تزيد الالتحام بالقوى العربيه يعني مثلا علاقتنا مع دول الخليج، علاقتنا مع المملكه العربيه السعوديه، استجابه للتهديدات تقترب من الدول العربيه اكثر، تلتحم مع الدول العربيه في الخليج وفي الوطن العربي، علاقتنا مع مصر، علاقتنا مع الدول العربيه كلها. البحرين لا تبادر الى شق الصف، المبادره دائما الى رأب الصدع وتوحيد المواقف وتعزيز مكانه الامه العربيه. بالفعل هذه ما عودتنا عليه مملكتنا الحبيبة، وبقيادة وقيادتنا الحكيمة هي دائما حاضرة وموجودة دائما في مثل هذه المواقف. شكرين لك. طبعا هذا الاتصال عضو مجلس الشورى دكتور عبد العزيز أبل، شكرا لك على تواجدك معنا.